السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة الصف الثالث الثانوي، أهلا بيكم، إن شاء الله جميعا يا رب بخير وفي أحسن حال. طب يا دكاترة، بنحل في ليسون 1 الجزء طبعا اللي هو بتاع الأناينز، خلاص؟ طبعا ليسون 1 كله الأناينز كلها بما فيها الجروبز بتاع الـ HCl وجروب السلفوريك أسيد وكمان الباريوم كلورايد. النهاردة إن شاء الله هنحل بالنسبة للجروب بتاع الإيه؟ بتاع الأناينز للـ HCl. ونكمل ان شاء الله الباقي في فيديو تاني. نقول بسم الله بسم الله. اول سؤال عندك يا دكتور بيقول لك ايه؟ Each of the following about the analytical chemistry is true. كل اللي جاي ده true ما عدا واحده بس غلط، هو ده اللي محتاج نجاوبها ونختارها. فهو بيقول لي it's intimately linked to the industry. يعني يا مستر هل هي مرتبطه ارتباط وثيق بالاندستري، بالصناعه؟ طبعا الاناليتيكال كيمستري ده اي اندستري هتحتاج للاناليتيكال كيمستري. ليه؟ ما احنا قلنا لان هي بتنقسم لنوعين، قلنا في حاجه اسمها كواليتيتيف وحاجه اسمها كوانتيتيف. وزي ما اتفقنا طبعا قلنا الاول حاجه خالص لازم نشتغل كواليتيتيف. ليه؟ عشان نحدد النوع، التايبز بتاع الكيميكال كومباوند اللي هنشتغل عليه، خلاص. والحاجه الثانيه نحدد الايه، البرسنتج او الكونسنتريشن بتاعه، تمام. فدي مظبوطه مظبوطه، نختارها؟ لا ما نختارهاش طبعا، لان هو عايز الاكسبشن. طب one of its tasks is to estimate the chemical formula of an unknown compound. اه طبعا، ما هو اصلا وظيفته كواليتيتيف، يحدد لي الايه، يحدد لي الكيميكال فورمولا لمين، لاي unknown compound. فده برضو من ايه، من الشغل بتاع الاناليتيكال كيمستري. طب هل الكوانتيتيف اناليسيز يعني الكوانتيتي always precedes، بتسبق الكواليتيتيف؟ الكلام ده غلط بقى. يبقى هو ده الايه، ده الاختيار. ليه؟ لان احنا عارفين كلنا لازم الاول رقم واحد اشتغل كواليتيتيف، ده الاول، بعد كده اشتغل كوانتيتيتيف. فهو بيقول لي دايما الكوانتيتيتيف بيسبق الكواليتيتيف، الكلام ده غلط طبعا. طب one of the tasks of the quantitative analysis is to estimate the percentage. اه ما احنا قلنا يا جماعه طالما كوانتيتيتيف يبقى انا احدد البرسنتج، تمام، لمين، لالمنت في الوي او المنت في كومباوند. اه عادي جدا، تمام. فكل دي طبعا من الايه، من الشغل الكوانتيتيف، سواء بقى كونسنتريشن، سواء برسنتج، سواء ماس، سواء فوليوم، كل ده مفيش فيه اي مشكله، لان طبعا الكوانتيتيف بيتقسم لحاجتين، جرافيمتريك فوليومتريك، خلاص. طيب وطبعا الجزء الثاني ده هيوضح ان شاء الله في الدروس اللي بعد كده. اللي بعده بيقول لك ايه، الاناليتيكال كيمستري relates to many other science branches such as. طيب هي بقى الاناليتيكال دي ريليتس بايه بقى؟ تعال نبص كده مع بعض. اول حاجه فيزيكس بيولوجي بس، جيولوجي مينرولوجي بس، فيزيكس مينرولوجي لو مسكناهم واحده واحده كده. والله الفيزيكس كفيزيكس هيحتاج للاناليتيكال كيمستري، اه طبعا. اي برانش من الساينس يا دكتور، اي حاجه فيها اندستري، فيها صناعه، هتلاقي ان محتاجه للاناليتيكال كيمستري. ليه؟ بتعرفك يا دكتور التايب والكونسنتريشن. ففيزيكس بيولوجي بس دي كده غلط، تمام. طبعا حته بيولوجي ده ابسط مثال، لو حضرتك رحت عملت اناليسيس سي بي سي مثلا، خلاص صوره دم كامله، ما بيطلع لك بتحتاج اناليتيكال كيمستري، مبنيه على اناليتيكال كيمستري اصلا، خلاص. نفس الكلام الجيولوجي كمان، انت هل تعلم ان في الجيولوجي سواء كان مثلا موضوع التعدين او استخراج البترول او التفاهم او الحاجات دي كلها ريليتد بالجيولوجي، لازم برضو يتاخد سامبل ويبتدي يعمل لها اناليسيز، ونعرف هل الارض دي متوقع يبقى فيها كذا ولا لا، طب دي تنفع مثلا لكذا ولا لا، فاهم؟ نفس الكلام الفيزيكس، ها مينرولوجي علم التعدين نفس الفكره. فهو بيقول لي بقى ايه، هنا فيزيكس ومينرولوجي بس، لا هو كل البرانشز. فطبعا فيزيكس بيولوجي جيولوجي مينرولوجي كلهم شغالين، هيحتاجوا للاناليتيكال ايه كيمستري، كلهم يحتاجوا للاناليتيكال كيمستري. طيب تعالى يلا بينا على السؤال التالت. كواليتيتيف اناليسيز ايمز تو اول ذا فولوينج اكسبت. طيب كواليتيتيف يبقى انا بحدد ايه، انا مركز على التايب، صح كده؟ هتقول لي صح. فهو بيقول لي ايه، تو سبيسيفاي ويذر ذا اوريجين اوف الانون سبيسمن ان اورجانيك او ان اورجانيك كومباوند. اه ما احنا قلنا كده كده الكواليتيتيف بنعرف منه الايه، نقدر نحدد الانواع بتاعت مين، بتاعت سواء كان اورجانيك كومباوند او ان اورجانيك، بس احنا اتفقنا طبعا مش بنشتغل اورجانيك. وكمان قلت لك ان في الاورجانيك نقدر نحدد التايبز اوف الاليمنت او الفانكشنال جروب اللي هنعرفها تفصيلا ان شاء الله في تشابتر 5، خلاص. وان اورجانيك ده الشغل بتاعنا، قلت لك في منها بيور سولت وفي منها ميكستشر، احنا شغالين بيور سولت. فاذا دي مظبوطه مظبوطه، هو عايز اكسبشن، نجاوب نختار دي؟ لا ما نختارهاش. طب to identify the elements or ions which are found in unknown specimen. اه برضو لو عندي اي عينه مجهوله اعرف احدد الاليمنت، العنصر او الايونز. اه كل ده كلام مظبوط وزي الفل، خلاص. ده من شغل الكواليتيتيف فعلا، ده من الايمز بتاعت الكواليتيتيف، اهداف الكواليتيتيفز.
طب هل استيميت الكونسنتريشن يعني ايه؟ انت حضرتك كده عايز تحدد التركيز خلاص of the major component in unknown specimen، هل ده شغل كواليتيتيف يا جماعه؟ لا ده شغل كوانتيتيف، يبقى هي دي الاكسبشن. طب to determine الفانكشنال جروبس، ما احنا قلنا اللي موجوده في الانون سبيسمن، ايوه طبعا زي ما قلنا طبعا الكلام ده كله مظبوط خلاص. يلا نمبر 4، بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. It is possible to detect a pure sample of الصوديوم كربونيت through ايه؟ بص يا دكتور، طالما احنا عندنا السامبلز اللي هتقابلنا احتمال من الاثنين خلاص كده، ايه هما يا مستر؟ يا اما تكون بيور سامبل زي دلوقتي، او يقول لي ميكسشر. ركز بقى معايا، لو كانت بيور سامبل فليها فيزيكال كونستانت. ايه هي بقى يا مستر الفيزيكال كونستانت دي؟ الثوابت الفيزيائيه بتاعتها. فلو هي بيور سهل قوي قوي اعرف احددها من الميلتنج بوينت بتاعتها، من البويلنج بوينت بتاعتها، انت فاهم؟ كل ده اقدر احدد بيه البيور سامبل طالما هي بيور، طالما هي ايه؟ بيور، فاهم؟ طب ايه تاني؟ المولر ماس، لان الحاجات دي يا جماعه هتبقى ارقام ايه او فاليو فيكسد مش هتتغير طالما بيور سامبل. انما يا مستر لو افترضنا جدلا ان هو كان ميكستشر، ها ده ميكس، هنعمل ايه بقى؟ في الحاله ديت عشان تعمل له الاول عمليه ديتكشن هنضطر نعمل اول حاجه عمليه سيباريشن، فصل للكومبوننت بتاعته. وبعد ما نفصل نبتدي نشوف بقى ايه. طبعا بنفصل يعني بنبتدي نعمل سيبريشن الاول بكيميكال ميثودز خلاص، وبعد كده نبتدي نشوف بقى ايه الانديكيتور، نكمل بقيه الشغل بتاعنا. وبناء عليه هو بيقول لي بقى احنا عندنا دلوقتي بيور سامبل، بيور سامبل من الصوديوم كربونيت، عايزين نعمل لها ديتكت، هل السوليوبيليتي ان الووتر ولا يعني سوليوبيليتي، يعني انت لو جبت الصوديوم كربونيت حطيته في ميه كده انت عرفت ان هو صوديوم كربونيت؟ طب ما هو ممكن اي حاجه تانيه تدوب في الميه، فاكيد دي لا، يبقى مش هتعرفني ده. طب الفيزيكال ستيت بتاعته، طب ما هو ده سوليد مثلا والصوديوم كلورايد سوليد وفاهم، ففي اكتر من حاجه سوليد برضه لا. طب الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت، ده ليه ميلتنج بوينت خاصه بيه غير الصوديوم كلورايد غير البوتاسيوم برومايد، فاهم؟ فاذا ايه؟ يبقى عن طريق دي وعن طريق دي. طيب الرياكشن ويز الاتش اس ال، طب ما هو ده هيتفاعل مع الاتش اس ال ويطلع كربون دايوكسيد جاز، والباي كربونيت هو كمان سولت يعني ان ايه اتش او 3 هيطلع نفس الريزلت بالظبط، فاهم؟ فهل كده انت عملت ديتكشن؟ الاجابه لا برضو. ها وصلت؟ تمام. تعالى يلا نمبر 5، وين سولت اكس سوليوشن رياكت وذ سولت واي سوليوشن. يبقى خد بالك هو بيقول لي سولت سوليوشن مع سوليوشن، يعني هو بيتكلم على الكونفيرماتوري تيست، فانت تفكيرك كله على التجارب الايه التاكيديه خلاص. اوايت بريسيبيتيت از فورمد بات اونلي افتر هيتنج، يعني هو اتكون بعد التسخين. افتكرناها دي بقى ايه، واحنا بنميز ما بين الكربونيت والباي كربونيت قلت لك ايه؟ قلت لك لما جبنا المغنيزيوم صلفيت يا دكتور مع ده كون على طول وايت بريسيبيتيت مره واحده اون كولد، وايت ايه؟ وايت بي بي تي اون كولد خلاص. انما مع البايكربونات كون ام جي اتش سي او 3 باي 2 لما عملت له هيتنج قام عمل ايه؟ اتحول لايه؟ اتحول لمغنيزيوم كربونات، وبقى عباره عن ايه؟ عباره عن وايت بريسيبيتيت خلاص. فبيقول لي وات از ذا اناين اوف السولت اكس، طالما تو سولت سوليوشن يبقى واحد منهم مغنيزيوم سلفيت خلاص، والتاني كان ايه؟ كان ان اي اتش سي او 3 اللي هو صوديوم باي كربونيت سوليوشن. متفقين؟ فاذا هم دول الاثنين اكس وواي. فاذا انا عندي باي كربونيت اناين، باي كربونيت ايه؟ اناين، ده الاول. والسولت سوليوشن مين؟ واي اللي هو المغنيزيوم سلفيت. يبقى انا عندي الكاتاين مغنيزيوم، الاناين ماله؟ باي كربونيت. طبعا كربونيت مش هيدي واي بريسيبيتيت افتر هيتنج، لا 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 ده على طول. طب ده وده الاثنين دول مع بعض، ما انت مش هينفع تسخن الاثنين دول لان هم هيدوا لك اصلا بلاك بريسيبيتيت، فاهم؟ طب وهنا اهو، ها الاثنين دول مع بعض، ده اصلا وايت بريسيبيتيت وهنعرف قدام شويه. فده وايت بريسيبيتيت، ده بريسيبيتيت. انا قلت لك السلفيت مع الكالسيوم بريسيبيتيت، ومع الليد ومع السيلفر ومع مين تاني؟ كالسيوم وباريوم، ومع الباريوم. طب السلفايد مع السيلفر عارفين ان هي اي جي 2 اس بلاك بريسيبيتيت، فاذا ده بريسيبيتيت ده بريسيبيتيت. هو بيقول لي هيكون بريسيبيتيت وايت بس بعد التسخين خلاص، وده بيكون على طول، كل ده مستبعد، يبقى هي دي الاجابه الايه؟ دي الاجابه المظبوطه فعلا، اهو مغنيسيوم كربونيت زي ما قلنا. حلو قوي. يلا نمبر 6، الانين اوف ذا سولت برديوسد فروم باسنج الكربون دايوكسيد جاز. هو عايز الانين، يبقى انا هركز على الانين بتاع السولت produced from passing الكربون دايوكسيد جاز CO2، هنمرره على الكلير لايم ووتر، يبقى نجيب الكالسيوم هيدروكسيد
نمرر عليها الكربون دايوكسيد جاز، بس قال لي خد بالك ال تي لونج تايم. لونج تايم يبقى هو الاول هيكون كالسيوم كربونيت وبعد كده يتحول لباي كربونيت، فاديني سي اي اتش سي او 3 باي 2، ده الكالسيوم باي كربونيت اي كيو، ده اكوا سوليوشن. بيقول لي بقى الالاين ده اللي هو الباي كربونيت، يبقى كل الكلام اللي قاله ده يقصد بيه الباي كربونيت على طول. فالسؤال يقدر يقول لك هي الباي كربونيت كان بي ديتكتد باي يوزنج ايه؟ تعال نشوف بقى الباي كربونيت. مش قلنا مغنيسيوم سلفيت؟ اه مغنيسيوم سلفيت ايوه. طب هل صوديوم هيدروكسيد؟ لا طبعا. طب بوتاسيوم دايكروميت؟ لا ما استخدمناهوش مع الباي كربونيت. في الكونفرماتري تيست استخدمنا معاه الايه؟ المغنيسيوم سلفيت اللي هي الام جي اس او 4. حلو الكلام، حلو الكلام. طب احنا لما ضفنا الام جي اس او 4 مش هي كونت اتحولت للام جي اتش سي او 3 باي 2 اللي هو المغنيسيوم باي كربونيت اي كيو، قلنا بنعمل هيتنج تتحول لوايت بيرسيبيتيت، يتحول لوايت ايه؟ بي بي تي. فاهم؟ فهل مغنيسيوم سلفيت على الكولد بس؟ لا، امال في البايكربونيت قلنا بنعمل هيتنج، انما اللي كان كولد كان كربونيت، فدي كده تبقى مستبعده وهي دي. يبقى يديني اي كيو اكوا سوليوشن في الاول، اسخن يتحول لايه؟ لوايت بريسيبيتيت. فعلا يبقى ده الباي كربونيت، كنا اتاكدنا مليون في الميه ان دي باي كربونيت. حلو قوي. يلا نمبر 7، صوديوم كربونيت سوليوشن اند صوديوم كلورايد سوليوشن مالهم؟ كان بي ديفرنشيتد باي يوزنج ايه؟ بص يا عم، بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، بص يا حبيبي، كلمه ديفرنشيتد ديت يعني انا عايز اشوف ملاحظتين مختلفين، اشوف حاجتين غير بعض، يبقى انا كده ميزت خلاص. انما لو حاجه حصلت للاثنين فكده احنا ما عملناش، ما فيش اي ديفرنشيتد ايه حصلت. فهو بيقول لي صوديوم كربونيت ان اي 2 سي او 3 صوديوم كلورايد ان اي سي ال. هنا طبعا بنتكلم على الكربونيت، هنا بنتكلم على الكلورايد. طيب الكلام على ايه؟ تعالى كده واحده واحده. انا دلوقتي لو انا جبت دايلوتد اتش ان او 3 اللي هو النيتريك اسيد، النيتريك اسيد ده في نفس الجروب بتاع الاتش سي ال، يعني الاتش سي ال كجروب ريجنت معاه الاتش بي ار معاه الاتش اي معاه النيتريك اسيد، الاربعه دول نفس الايه؟ الاستابيليتي، الثيرمال استابيليتي بتاعتهم واحده خلاص. بما ان الاتش سي ال اقدر استخدمه للديتكشن للكربونيت، اذا الاتش ان او 3 اقدر استخدمه للديتكشن للكربونيت، فيعمل لي ايفولفنج للكربون دايكسايد جاز. اذا بص هنا انا شفت في ايفر فيزنس، في فوران، في جاز طالع. انما لو ضفت نفس الدايلوتد نيتريك اسيد على الصوديوم كلورايد، فالكلورايد اناين والاتش ان او 3 ويعني الاثنين في نفس الجروب بالظبط، نفس الاستابيليتي، فما يتفاعلش معاه. يبقى هو هيتفاعل مع الاولاني ويطلع ايه؟ ويطلع جاز يعمل ايفر فيزنس، ويجي هنا على الثاني ما يتفاعلش. اذا كده انت ديفرنشيت. انا كده شفت ملاحظتين غير بعض، يبقى هذه الاجابه المظبوطه. طب يا مستر الباقي انا عايز افهمه واحده واحده. هنا صوديوم هيدروكسيد ان اي او اتش، صوديوم هيدروكسيد ده صوديوم وده صوديوم وده صوديوم، فما ينفعش تضيف ايه الصوديوم كاتاين والاثنين نفس الكاتاين بالظبط، فده كده ايه؟ غلط يعني، مش هيحصل حاجه، ما هو انت الكاتاين اللي موجود واحد، مش هتشوف اي اختلاف. فاهم؟ نفس هنا بالظبط، شفت الاختيار ده والاختيار ده ماله؟ واحده واحده. الامونيوم هيدروكسيد سوليوشن ان اتش 4 او اتش، بوتاسيوم نيتريت سوليوشن عباره عن كي ان او 3، الاثنين دول لما يجوا يتفاعلوا مع الصوديوم كربونيت او الصوديوم كلورايد عادي خالص هيحصل دبل سبستيتيوشن، عشان ده سوليوشن وده سوليوشن ودول سوليوشن، فالمحاليل بيحصل ما بينها دبل سبستيتيوشن، بس هيبقى هنا كلرلس وهنا كلرلس، بس كده. يعني هنا مش هتشوف حاجه بعينك وهنا مش هتشوف حاجه بعينك، حصل دبل سبستيتيوشن بس انت ما شفتش. فاهم؟ يعني انت شايف الايه؟ القصه كلها كلرلس من اولها لاخرها. يبقى هي دي الاجابه الايه؟ المظبوطه. يلا نمبر 8، A solid blend is composed of sodium bicarbonate. يبقى انا عندي solid blend composed، يبقى عندي فيه مخلوط خلاص صلب تمام، بيتكون من الصوديوم بايكربونيت، يبقى انا عندي هنا HCO3 زي ما قلت لك يا دكتور، ركز لي على الانينز بس خلاص. صوديوم سلفيت يبقى انا عندي هنا سلفيت، صوديوم نيتريت يبقى انا عندي هنا نيتريت. كده هتلاقي الموضوع سهل قوي والله، وبتحل والامور ان شاء الله تبقى سهله ولذيذه. نكمل. بيقول لك what are the gases produced on adding the dial HI acid to this blend. حلو قوي. لو احنا بقى ضفنا ال HI على المخلوط ده، ال HI يتفاعل مع ال HCO3 ليه؟ ما هو يا دكتور نفس الجروب بتاع ال HCl HBr HI HNO3 كلهم moderately stable، فيسبستيتيوت الليس ستيبل زي البايكربونيت والكربونيت والسلفايد والسلفايت والثيوسلفيت والنيترايد زي ما احنا عارفين، فيتفاعل مع ده بس. انما لا يقدر يتفاعل مع النيتريت لان هو في نفس الاستابيليتي، ولا مع السلفيت لان هو اعلى منه في الاستابيليتي، فبالتالي لما يجي يتفاعل مع ده هيطلع لي كربون دايوكسيد جاز فقط. فهو بيقول لي بقى البروديوسد جازز كربون دايوكسيد جاز اونلي؟ طبعا. هل هيطلع معايا نيتروجين دايوكسيد؟ لا.
هل نيتروجين دايكسايد؟ لا. هل ميكس؟ برضو لا، هو ده بس، لان هو هي سبستيتيوت في ده فقط، يطرد الايه الاسيد اللي لسه ستيبل اللي هو ده بس. طب يلا نمبر 9 بيقول لك ايه؟ 9 بيقول لك a precipitate is formed as a result of mixing the two solution. خلاص انت عينك على ايه؟ على الكاتاين والانينز. بمعنى المستر قال لك بمنتهى البساطه، اي اتش بوزيتيف هتكون اي كيو، اي كي بوزيتيف هتكون اي كيو، اي صوديوم بوزيتيف هتكون اي كيو. اذا بص احنا استبعدنا بمنتهى البساطه، انا ركزت بس على الحاجات اللي انا قلتها لك، فاهم؟ بس يتبقى لي الكبر. بص كبر كربونيت، المستر قال لك قول الكربونيت سولت مالها ان سوليبل اكسبت صوديوم بوتاسيوم امونيوم. خلاص اذا يبقى هي دي الايه، هي دي الرايت تشويس، يبقى نمبر بي اجابه مظبوطه. طيب نمبر 10، ا ميكستشر كونتيننج ذا انايونز كربونيت. يبقى احنا عندنا الانايون كربونيت وصلفيت، ماله بقى يا مستر؟ تعال نشوف. بيقول لك which of the following when being added to this mixture one of these anions is precipitated. يعني ايه؟ عايز اعرف لو انا ضفت على الميكسشر اللي فيه الانايونز الكربونيت والسلفيت، نضيف مين من الاربعه دول يكونوا بريسيبيتيت؟ اقول له بمنتهى البساطه دي ايه؟ انايونز. دي ايه؟ انايونز. يبقى انا عيني على الكاتاين، عيني على الكاتاين. الكاتاين ده مع اي حاجه اي كيو، الكاتاين ده مع اي حاجه اي كيو، الكاتاين ده مع اي حاجه اي كيو، بوتاسيوم امونيوم صوديوم. بص قعدت اغني لك كتير في السيشن، صح؟ صح. اذا وانا مغمض بمنتهى البساطه الممكنه يبقى هو ده اللي هيكون بريسيبيتيت فعلا. اف اي سي او 3 ده يكون ايه؟ يكون بريسيبيتيت، لان الكربونيت مع اي حاجه غير الصوديوم او البوتاسيوم او الامونيوم بتكون سوليد بريسيبيتيت. ها وصلت؟ تمام. طب مع السلفيت لا مش بريسيبيتيت طبعا. تمام كده واضح، يبقى هي دي الايه، دي الرايت تشويس. طيب تعال نشوف اللي بعده، مغنيسيوم كربونيت اندي مغنيسيوم باي كربونيت. هنا كربونيت يبقى اس سي او 3 نيجاتيف 2، وهنا اتش سي او 3 نيجاتيف 1. خلاص كان بي ديفرنشيتد. اهو بص كلمه ديفرنشيتد، يبقى انا عايز اشوف ايه، مشاهدتين ملاحظتين غير بعض تمام. باي يوزنج، طيب واحده واحده. لو انا استخدمت الاتش سي ال ماله؟ لو انت استخدمت الاتش سي ال فده هيتفاعل مع الكربونيت اناين ويخرج الويك اسيد، او الاسف يخرج الليس ستيبل اسيد، ويتفاعل مع الباي كربونيت ويطلع نفس الويك اسيد بالظبط، وفي الحالتين هيتحولوا للكربون دايوكسيد ووتر زي ما قلت لك. فهنا انا هلاقي نفس الملاحظتين، فانا كده ما عملتش ديفرنشيت خالص. طب هل ينفع اميز ما بينهم بالميه؟ تعال نشوف. هو الميه ده مغنيسيوم كربونيت، هل ده سوليبل ان الووتر ولا ان سوليبل كسولت؟ هتقول يا مستر ده كربونيت مش معاه صوديوم ولا بوتاسيوم ولا امونيوم. اه يبقى ده سوليد يا مستر، مش هيبريسيبيتيت في الميه، مش اسف مش هيديزولف في الميه. انما اي باي كربونيت يديزولف، يبقى ده سوليبل وده ان سوليبل. يبقى انا جبت تو تيست تيوب، احط في كل واحده شويه ميه واحط شويه سولت من ده ومن ده، اللي هيدوب ده باي كربونيت، اللي ما دابش يبقى ده كربونيت. بس كده يعني انا عملت ديفرنشيت. اه خلاص كده عملت ديفرنشيت. طب الباقي، ما هو اللي هيرسي على الاتش سي ال هو بالظبط على الاتش ان او 3، لان انا اقدر استخدم النيتريك اسيد بدل الهيدروكلوريك اسيد للجروب الاول اللي هي الانينز بتاعت الاتش سي ال، اقدر استخدم لها نيتريك اسيد اي كيو عادي جدا. فطالما هنا ده هيطلع كربون دايكسايد وكربون دايكسايد، هو ده بالظبط نفس الريزلت بالظبط. خلاص طيب نيجي لاخر حاجه، صوديوم سلفيت مالها؟ والله صوديوم سلفيت ما تعرفش الدفرنشيت ما بين الاثنين. ليه؟ لان حبيبي ده لما تيجي تتفاعل ايه اللي هيحصل؟ هيبقى صوديوم باي كربونيت صوديوم كربونيت، وفي الاثنين اي كيو، لان انت عينك على مين؟ عينك على الـ على الـ على الكاتاين. طب حتى السلفيت مغنيسيوم سلفيت، مغنيسيوم سلفيت، والمغنيسيوم سلفيت اصلا اي كيو، فاهم؟ فكده كده الاثنين هيكونوا اي كيو، فانت كده ايه برضو ما عملتش اي ديفرنشيت خالص. يلا نمبر 12، the anion which changes the color of the acidified potassium dichromate solution as an oxidizing agent. مين هقول لك؟ واحده واحده. هو ده ايه؟ ده oxidizing agent. حلو، يعني جاي اكسد وهو يحصل له ريدكشن. طيب معنى ان هو حصل له ريدكشن فالكلر بتاعه يختلف. طب هل هو بس البوتاسيوم دايكروميت اللي اوكسيدايزنج ايجنت؟ لا، عندنا كمان الكي ام ان او 4 ده بوتاسيوم برمنجانيت برضه اكت از سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. حلو قوي، الكلر بتاعه فايلت. جميل، ده اورنج يتحول لجرين، ده فايلت يتحول للكلرليس. فدول بقى ياكسدوا مين؟ ياكسدوا اللي ايبل تو بي اوكسيدايزد. يعني هل النيتريت بتتاكسد؟ الاجابه لا طبعا. ليه؟ لان النيتروجين هنا في اعلى اوكسيديشن ستيت. ليه؟ خلاص احنا طبعا عارفين الاكسجين يا جماعه من نيجاتيف 3 لبوزيتيف 5،
لو جيت حسبت هنا الاكسديشن نمبر بتاعه هتلاقي ان ايه، ادي النيتروجين نيجاتيف 6 اللي هم نيجاتيف 2 ملتبلاي 3 ايكوال نيجاتيف 1، فاهم؟ فدول يروحوا بالعكس بقى، لان هنا بوزيتيف 5 خلاص هو جايب اعلى حاجه عنده خلاص، فده ما ينفعش يتاكسد. انما النيترايت عادي جدا سهل يتاكسد، فاهم؟ فالنيترايت يتاكسد، فالنيترايت لو ضفنا له اوكسيدايزنج ايجنت زي البوتاسيوم دايكروميت يتفاعل، وكي ام ان او 4 اللي هي الاكسبيرمنت اللي عندنا يتفاعل يتاكسد عادي خلاص. فهو بقى بيقول لي بقى ايه ده اناين اللي يغير الكالر، اه يبقى هو ده الاناين اللي يغير الكالر. طب سواء كان كربونيت او باي كربونيت ما ينفعش يتاكسده، لان الكربون هنا برضو واصل لاعلى اوكسيديشن نمبر ليه اللي هو ايه، هو بوزيتيف 4 اصلا، فهتلاقي هنا بوزيتيف 4 وهتلاقي هنا بوزيتيف 4. احسبها لو حسبت ادي بوزيتيف 5 نيجاتيف 6 ايكوال نيجاتيف 1، الاثنين دول بكام؟ بنيجاتيف 5 تروح بوزيتيف 5 نيجاتيف 1 يبقى بوزيتيف 4. نفس الكلام هنا بالظبط، الاثنين زي بعض بالظبط، فلا ده يتاكسد ولا ده يتاكسد خلاص كده تمام، ولا النيتريت طبعا. طيب نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. according to the ionic equation اللي قدام حضرتك دي، ده السلفايت انين خلاص، وده الدايكروميت، وده الهيدروجين، اداني سلفيت وكروميوم وماين. ماشي، ايه الفكره؟ all the following are correct except. طب تعالى بيقول لي ايه، ال color of a solution change from orange to green. هو هنا لون السوليوشن ايه؟ اكيد الدايكروميت ديت احنا عارفين كلنا ان دي سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، والكالر بتاعها ايه؟ اورنج. تتحول لسي ار بوزيتيف 3 يبقى الكالر بتاعها ماله؟ جرين. يبقى فعلا الجمله مظبوطه، يتحول فعلا من الاورنج للجرين، فدي صح، وهو عايز الاكسبشن فمش هنختارها. طب السلفر، مجموعه السلفايت اناين اكت از ريديوسنج ايجنت. يعني ايه ريديوسنج ايجنت؟ يعني يحصل له هو بروسيس اسمها اوكسيديشن. طب يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني الاوكسيديشن نمبر بتاعه يزيد يعلى. فتعال نشوف، نجيب الاوكسيديشن نمبر للسلفر هنا ونجيبه للسلفر هنا ونشوف ايه اللي حصل. هو مبدئيا هنكون اعلى، لان هنا 3 اكسجين وهنا 4 اكسجين، فاهم؟ فهو اعلى وش يعني. طب تعالى نحسب، يلا ادي السلفر نيجاتيف، نيجاتيف 2 ملتبلاي 3 بنيجاتيف 6 ايكوال نيجاتيف 2 اللي هي اللي فوق دي، ده يروح هنا بالاوبوزيت ساين، يبقى السلفر ايكوال بوزيتيف 4، يبقى هنا كان بوزيتيف 4. خرج اهو ادي الاس نيجاتيف 8 ايكوال نيجاتيف 2، يبقى الاس ايكوال كام؟ ها هتقول لي يا مستر نيجاتيف 8 يبقى بوزيتيف 8، نيجاتيف 2 يبقى بوزيتيف 6، يبقى اهو بوزيتيف 6. اذا حضرتك هو طلع من بوزيتيف 4 لبوزيتيف 6، يبقى حصل له فعلا اوكسيديشن، يبقى هو ريديوسنج ايجنت مظبوط. وبالعقل في طريقه ثانيه اسرع، ايه هي؟ بس طبعا لازم تبقى ايه؟ تبقى انت ملم بكل حاجه. ان احنا عارفين ان ده اوكسيدايزنج ايجنت حصل، حصل اللي هو مين؟ اللي هو الدايكروميت، يبقى اللي جنبه ريديوسنج ايجنت على طول. حد بيرد دلوقتي يقول لي طب ما يا مستر ما هو جنبه ال 8 اتش، يعني 8 اتش بوزيتيف. حبيبي اتش بوزيتيف وهنا زي ما هي اتش بوزيتيف، هل حصل حاجه للهيدروجين؟ لا، زي ما هي بالظبط، لان الاكسديشن نمبر للاتش هنا في الميه بوزيتيف برضه، بوزيتيف 1. فيبقى اذا طالما ده اوكسيدايزنج يبقى اللي جنبه ريديوسنج ايجنت، يبقى دي مستبعده دي مستبعده. طب ال H positive ion comes from the concentrated sulfuric acid. اه ما احنا كده كده قلنا ان البوتاسيوم دايكروميت بنستخدمه acidified بالسلفوريك اسيد، جمله مظبوطه، يبقى هو ده الرايت تشويس. نتاكد الاوكسيديشن ستيت اوف الكروميوم تشينج من نيجاتيف 2 لبوزيتيف 3، غلط. هي من كام؟ قلنا من بوزيتيف 6. احنا حسبناها الكروميوم، ما حسبناش الكروميوم. طب تعالى يلا نحسبها، ادي 2 كروميوم اللي هنا دول، نيجاتيف 14 اللي هو نيجاتيف 2 ملتبلاي 7 ايكوال نيجاتيف 2 اللي هو الايه؟ الاكسديشن نمبر اللي فوق. فده يروح هنا بالاوبوزيت ساين فيطلع لي بوزيتيف 12 اوفر 2، يبقى الاثنين كروميوم اوفر 2 يدينا كام؟ يدينا بوزيتيف 6، يبقى من بوزيتيف 6 وليس نيجاتيف 2. يلا 14. according to the following equation، مالها؟ ال KMnO4 مع السلفر دايوكسيد مع الميه، مالهم بقى؟ اتحول لسلفوريك اسيد وبوتاسيوم صلفيت ومنجنيز صلفيت. ماشي يا عم، each of the following statements is correct except. طب تعالى كده نشوف الاكسبشن الكلام عليه. اول حاجه بيقول لي the mixture of the products of this reaction is a colorless solution. هو الـ اي representative element colorless، اي ده طبعا المنجنيز هنا كام؟ على فكره بالمناسبه ايه ال MnSO4 هو كمان colorless، color ايه؟ colorless، عديم اللون خلاص. يا مستر طب ما هو المنجنيز هنا بوزيتيف 2 يعني عنده امبرد الكترون، لا هو كلرلس. فاذا اول بوينت دي يا دكتور مظبوطه؟ مظبوطه. نختارها؟ لا طبعا. طيب بقى كلرلس كلرلس كلرلس، نيجي للي بعده الاسيدفايد بوتاسيوم برمنجانيت سوليوشن، ماله ده؟
is used as reagent for ال SO2 gas. يعني هل ده بيستخدم ككاشف reagent لل SO2 gas؟ طيب واحدة واحدة، هو يعني ايه reagent يا مستر؟ يعني ملي ديتكشن ليه؟ طب ده act as ايه؟ act as oxidizing agent. طب هل اللي جنبه السلفر دايوكسيد هل كان بي اوكسيدايزد؟ كان بي اوكسيدايزد على فكره. مش انا كده كده بعمل ديتكشن للسلفر دايوكسيد جاز بالبوتاسيوم دايكروميتال اسيدوفايد بالسلفوريك اسيد؟ ليه؟ لان هو بيأكسده، فاهم؟ فاذا هل الاسيدوفايد بوتاسيوم برمنجانيت استخدمه كري ايجنت لده؟ برضو الجمله مظبوطه، تختارها ما تختارهاش. ينفع يعني. طب السلفر دايوكسيد جاز اكت از ريديوسنج ايجنت، واحده واحده، ده اوكسيدايزنج ايجنت، يبقى ده ريديوسنج ايجنت. ليه؟ لان الميه هنا الاتش بوزيتيف 1 وهنا فين الاتش بوزيتيف 1؟ ما حصلهاش اي حاجه خالص، فاهم؟ طب انا عايز اتاكد يا مستر، تحسب الاكسديشن نمبر هنا وتحسب الاكسديشن نمبر هنا. طب تعالى نحسبه بره. هتقول لي بص ركز معايا بمنتهى الهدوء الممكن، البوتاسيوم بوزيتيف 2 الاكسجين نيجاتيف 8، اجمع الاثنين مع بعض بنيجاتيف 6 يبقى السلفر بوزيتيف 6. يلا بنفس الطريقه بالظبط نحسب السلفر هنا اهو. ها هتقول لي الاكسجين الواحده بنيجاتيف 2 مالتيبلاي 2 نيجاتيف 4، يبقى هنا بوزيتيف 4. اذا من بوزيتيف 4 لبوزيتيف 6 حصل له هو اوكسيديشن، طلع لفوق حصل له اوكسيديشن. وصلت؟ خلاص. يبقى اللي جنبه حصل له حاجه اسمها ريدكشن، يبقى المنجنيز حصل له ريدكشن. لو حسبنا الاكسيديشن نمبر للمنجنيز هنا وبره هنلاقي ان حصل له ريدكشن. المنجنيز هنا طبعا بوزيتيف 2، خلاص زي ما قلنا هو بوزيتيف 2، انما السلفيت كلها نيجاتيف 2. تمام. فهو بيقول لي الاس او 2 جاز اكت از ريديوسنج ايجنت، صح. طب هل المنجنيز ايون اندر جوز اوكسيديشن؟ لا، ما احنا قلنا ده اللي حصل له اوكسيديشن اللي هو السلفر، يبقى المنجنيز ريدكشن، يبقى هي دي الاختيار الايه اللي هو عايزه، عشان كان بيقول لي اكسبشن برضه. طيب يلا نبص على نمبر 15، دايلوت سلفوريك اسيد، ماله يا مستر؟ ادد تو سولت سو ا جاز ايفولفد، خلاص طالما في جاز ايفولفد وده هو دايلوت سلفوريك اسيد، فاحتمال يكون الاناينز بتاع الجروب اللي قبله، او احتمال يكون الاناينز بتاعت اول جروب خالص اللي هو جروب الاتش سي ال. فممكن يكون جروب الاتش سي ال وممكن يكون جروب السلفوريك اسيد اللي لسه هنتكلم عليه طبعا. تمام. فهو بيقول لي ايه؟ turns a paper wet with acidified K2Cr2O7 solution into green. المعلومه دي يا مستر احنا درسناها مع مين؟ مع السلفر دايوكسيد جاز. لما اجي اعمل له ديتكشن بنجيب ال K2Cr2O7 اللي هو البوتاسيوم دايكروميت الاسيدفايد بالسلفوريك اسيد، ونجيب بيبر نعمل لها اميرسنج هنا يبقى لونها اورنج، اول ما نعمل لها اكسبوجر للجاز تتحول لجرين فعلا. اذا هنا عندي سلفر دايوكسيد جاز. السلفر دايوكسيد جاز كان بينتج من نوعين من الانينز، يا سلفايت يا ثايو سلفيت، حاجه من الاثنين. فهو بيقول لي ايه بقى؟ ان اديشن للاضافه الفورميشن اوف ايلوب سسبندد سوليد، خلاص يبقى ده ثايو سلفيت طبعا، ده ثايو سلفيت، لان قلنا الثايو سلفيت لما يجي يتفكك اهو ادي ال H2S2O3 يجي يتفكك هيطلع ميه ويطلع لي سلفر دايوكسيد جاز، ويبقى عندي سسبندد سلفر اللي هو اليلو سسبندد سوليد سبستانس، خلاص يبقى ده ثايو سلفيت قولا واحدا. طيب يلا نمبر 16، وين الدايليوت هيدروكلوريك اسيد، ماله؟ از ادد تو سولت اكس واي. طالما هضيف بقى الدايليوت هيدروكلوريك اسيد ده، ويتش مين يا دكتور؟ ان احنا بنتكلم على الاناينز بتاعت ايه بقى؟ ها بتاعت الجروب ده، يا اما كربونيت يا اما باي كربونيت يا اما سلفايد يا اما سايو سلفايت يا اما سايو سلفيد يا اما النيترايد. حلو الكلام، حلو الكلام. فهو بيقول لي ضفناهم على تو سولت، سولت بقى اكيد بيحتوي على اناين من الاناينز ديت، اجاز ايفولف، يعني في الحالتين جاز ايفولف، ان بوث كيسز اهو في كلتا الحالات. That doesn't affect acidified potassium permanganate solution، يعني لا يتاثر الجازز دي، لا تتاثر بال KMnO4. خلاص. طيب معنى ان هي ما تاثرتش يعني ما حصلهاش اوكسيديشن، يعني هي مش هتتاكسد. انهي جازز بقى من دول ما يتاكسدش؟ اولا الكربون دايوكسيد، وهنا كربون دايوكسيد، دول ما يتاكسدوش فعلا. خلاص. طيب هنا ده بيخرج H2S، يعني ده بيطلع H2S، انما الاثنين دول بيطلعوا سلفر دايوكسيد وممكن جدا يتاكسد زي ما شفنا في الامثله اللي فاتت. تمام. والنيترايت يتاكسد عادي جدا ويتحول هو كمان لايه؟ لنيتريت. يبقى انا اللي متاكد منه اللي ما يحصلوش، مش هيحصل له اي اوكسيديشن، هو الكربون دايوكسيد، ده ما يشتغلش، ما يتاثرش بالبوتاسيوم برمنجانيت. فلو جينا بصينا على الاختيار الاول لقينا نيترايت يتاثر فما تكملش، ما تكملش. لو بصينا على الاختيار الثاني لقينا سلفر اللي هو السلفايت لان هي نيجاتيف 2، طب ما هو دي بتطلع سلفر دايوكسيد يتاكسد، ودي برضو ثايو سلفيت بتطلع سلفر دايوكسيد يتاكسد،
فحته doesn't affect acidophyte لا هو affect، فاهم؟ فيبقى غلط. طب النيتريت ما يتاثرش فعلا، تمام؟ انما السلفايت بيطلع سلفر دايوكسيد جاز فيتاثر، خلاص يبقى بالاكسكلودنج هي دي. نتاكد بايكربونيت، كربونيت فعلا الاثنين يطلعوا كربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد جاز لا يتاثر بالاكسدايزنج ايجنت، لان الكربون هنا جايب بوزيتيف 4، دي خلاص ما ينفعش يطلع اعلى من كده. وصلت؟ تمام. ودي فكره السؤال. طيب زي ما شفت انا بصيت بس على الانينز، ما شغلتش بالي بالباقي زي ما قلت لك في السيشن في الشرح، تمام؟ يلا يا دكتور سؤالنا اللي بعده. The following table show the properties of the gases X و Y. ايه البروبرتي بتاعت الجاز X؟ can be oxidized. لسه قايلين اللي كان اللي ينفع اوكسيدايزد سلفر دايوكسيد شغال. اول ما قال لي بص ليه الريتيتنج سميل، خلاص وانا مغمض ده اس او 2 ده سلفر دايوكسيد، وبالتالي فعلا هيريموف الكالر بتاع الاسيديفايد كي ام ان او 4. ليه؟ ما هو البوتاسيوم برمنجانيت الكالر بتاعه فايلوت، اول ما اضيف له حاجه زي السلفر دايوكسيد يحصل له ايه؟ هيحصل له هو ريدكشن ويعمل لها هي اوكسيديشن، خلاص كده. فالكلام ده كله سلفر دايوكسيد. ات كان بي ريديوسد، مين اللي كان بي ريديوسد؟ الكربون دايوكسيد ينفع نعمل له ريدكشن عادي، انما اوكسيديشن لا. اتس اودرليس، فعلا هو اودرليس. بص بص دي تعرفك هو مين، دي تعرفك هو مين. فقال لك ات جيفز وايد بريسيبيتيت اون باسنج ان الكالسيوم هيدروكسيد اللي هو اللايم ووتر. مين ده؟ مفيش غيره طبعا، كربون دايوكسيد. اذا الاكس سلفر دايوكسيد، الواي كربون دايوكسيد، يبقى الايه هي الرايت تشويس، مش محتاج تبص على حاجه ثانيه. تمام كده؟ all الكربونيت and bicarbonate salts are similar in each of the following except. يبقى هو بيكلمني على كربونيت بايكربونيت بس salts املاح. طيب هل كل الكربونيت والبايكربونيت كلها the acid from which they are derived، يعني كلهم مشتقين من نفس الاسيد؟ اه طبعا، ما انا عندي سواء كان الكربونيت او حتى البايكربونيت كلهم جايين من اسيد واحد اسمه كربونيك اسيد، فاهم؟ فكده كده ده ثيرمالي انستيبل، بيطلع طبعا كربون دايوكسيد واي او ماي، فكلهم درايفد فعلا، فالجمله مظبوطه، مش هنختارها عشان هو عايز اكسبشن. طب ذير سوليوبيليتي ان الووتر، هل كل السولتس بتاعت الكربونيت وكل السولتس بتاعت البايكربونيت بتسوليبل ان الووتر؟ الكلام ده غلط. ليه؟ هو قال انا عايز السيميلر، التشابه. فهل المعلومه دي متشابهه في السوليوبيليتي من الميه؟ غلط. ليه؟ هنجيب حاجه مثلا زي المغنيسيوم كربونيت، هل ده بي سوليد، هل ده بيسوليبل في الميه؟ لا طبعا، تمام. طب لو جبنا مغنيسيوم بايكربونيت، ها هيسوليبل. اذا كل البايكربونيت سوليبل، انما مش كل الكربونيت سوليبل. يبقى حته السوليوبيليتي سيميلر، لا مختلفين فيها طبعا. طب ذا رياكشن وذ السترونج اسيد، اه عادي الاثنين على فكره بيتفاعلوا مع الايه، مع السترونج اسيدز، ما فيش اي مشكله. يعني نضيف اسيد هنا وضيف اسيد هنا، فاهم؟ اي اسيد، احنا قلنا دول الويك خالص، فاي اسيد هتضيفه بعد كده هيتفاعل، تمام؟ طالما طبعا من الايه، من اللي بعد كده. هو كمان بيقول لك حتى سترونج اسيد، احماض قويه، فيتفاعلوا الاثنين عادي ما فيش مشكله. طب ذير رياكشنز وذ الام جي اس او 4، اصلا هو ده اللي استخدمناه ك جروب ريجنت في الكونفيرماتري تيست بتاعت الكربونيت والبايكربونيت. فاحنا قلنا مع الكربونيت بيدي وايد بريسيبيتيت اون كولد، انما البايكربونيت يبقى كلرليس، يدي سوليوشن يعني، وباي هيتنج يتحول للوايت، خلاص. فدي كمان ما ايه، مظبوط. طب يلا اللي بعده. When الجاز A is bathed in clear lime water for a short time، عندنا جاز A مررناه على اللايم ووتر لوقت قليل، خلاص، a white precipitate is formed. اكيد الجاز ده كربون دايوكسيد لان هو بيقول لي لايم ووتر، فاتحد مع الكالسيوم هيدروكسيد فاداني كالسيوم كربونيت، اهو كالسيوم كربونيت نوع من انواع الكربونيت سولت الانسولوبل ان الماي. And when it is bathed on a hot cook، على ايه؟ ان الهوت كوك، خلاص، الجاز بي از فورمد. طيب مين المر الجاز ايه فعلا؟ ما احنا خدناها ديت في شابتر 1، ان الكوك، ها الكوك كول مع اكسس من طبعا لما ضفنا الاول الكوك على الاكسجين في الفرنسز، في بلاست فرنسز، اتكون كربون دايوكسيد، وهو طالع قبله اكسس من الكربون، قام مديني ايه الريديوسنج ايجنت اللي هو الكربون مونوكسيد، خلاص. يبقى هو بيقول لي ايه بقى، وات ار ذا جازز اي اند بي، فالاي كربون دايوكسيد والبي المونوكسيد اللي احنا حضرناه، يبقى انا عايز كربون دايوكسيد وبعد كده عايز كربون مونوكسيد. اذا 19 نمبر اي مظبوطه زي الفل، مفيش فيها حاجه غلط، تمام كده، واضح. طيب يلا على نمبر 20. which of the following charts، انهي رسمه من دول بتريبريزنت ذا ماس اوف اوبن بيكر؟ يبقى اوبن بيكر دي معلومه هتفيدنا في الحل،
ليه؟ كان قال لي مثلا اي كلوزد اي تولز كلوزد يعني خلاص، فدي هتفرق في الحل. كونتيننج ا ميكستشر اوف صوديوم كربونيت، يبقى انا عندي ميكستشر من صوديوم كربونيت مع اكسس من الدايل اتش سي ال، والله كربونيت سي او 3 نيجاتيف 2 هضيف لها الاتش سي ال تتفاعل معاه وتخرج الكربون دايوكسيد جاز خلاص. يعني يحصل له ايه؟ الكربونيك اسيد يتفكك زي ما احنا ما عارفين، ليه ووتر والكربون دايوكسيد جاز. الجاز طبعا هيطلع مش هيفضل، ليه؟ عشان ده اوبن بيكر، فهو عايز يعرف ايه اللي هيحصل في الماس. فالماس بتقل شويه عشان الجاز طلع وتثبت، استحاله تزيد، ده في غاز خارج وعمرها ما تقل توصل للزيرو، اكيد مش كل الرياكشن جازز، ده جاز نسبه قليله قوي. وهنا بيقول لي ما فيش اي اختلاف خالص في الماس، يعني بص الماس ثابته ثابته بمرور الوقت، لا طبعا بتقل، يبقى ما فيش غير دي هي الاجابه الايه؟ المظبوطه. خلاص قلت وسبتت. طيب يلا 21. Dissolving a compound A in a dilute hydrochloric acid results in evolution of a colorless gas. طالما ال HCl ضفته على ال A، فال A ده أحد الأنينز بتاعت ال A بتاعت ال HCl اللي هو بيقدر يعمل لها detection. خلاص؟ فبالتالي طلع لي colorless gas B. ماشي. In the water. Then adding silver nitrate solution. ضفنا silver nitrate solution to it أم نتج white precipitate C. عايز يعرف مين اللي بيريبريزنت الاي والبي، وعايز يعرف الريزلت اوف هيتنج السي، او المعلومه دي لوحدها تخليك تقدر ايه تاكسبكت مين هو السولت على طول مره واحده يعني. خلاص اللي هو الكومباوند ايه يعني. طيب تعالى واحده واحده. اناين 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 اناين، عندي اتنين سلفايد، واحده سلفايد واحده سلفيت. سلفيت مستبعد تماما، ليه؟ لان استحاله يتفاعل مع الاتش سي ال، فيبقى حاجه من الثلاثه دول. ها هل سلفايت ولا سلفايد؟ تمام. طب هو السلفايد هو قال لي كلرليس جاز، هنعتبرهم كلهم كلرليس جاز، تمام كده؟ تمام. وهنمشي كمان، يعني ده ممكن وده ممكن، صح كده؟ اقول لك صح ونمشي، هنكمل. فهتقول لي يا مستر ايه، انا بفكر بدماغك انت، وادي ده وادي ده، التلاته ممكن بالنسبه لك، في حد تاني هو عارف يا سلفايد يا ده، فدي كمان مستبعده، بس لا انا همشي كده. نكمل. البي بقى اللي طلع ايه؟ والله لو كان سلفايد هيطلع سلفر دايوكسيد صح، لو كان سلفايد يطلع هيدروجين سلفايد صح، وده برضه لو سلفايد هي هي مظبوط. هنا بقى الفيصل، ايه الفيصل؟ هو انت دلوقتي الجاز اللي هينتج خلاص؟ الجاز ده كلر ريس خلاص، لما انا بقى اضيف السيلفر نيتريت على السولت سوليوشن ده، فايه الطبيعي؟ السيلفر نيتريت عباره عن اي جي ان او 3، انا بعمل ديتكشن للاناين، يبقى انا هاخد الكاتاين من هنا، فالسيلفر لما يتحد مع السلفايت يديني اي جي 2 اس او 3 ده وايت بريسيبيتيت، ولما اعمل له هيتنج يتحول فعلا لبلاك. انما هل الاتش الاي جي 2 اس، هل الاي جي 2 اس ده يعتبر وايت بريسيبيتيت ولا ده عباره عن بلاك اصلا؟ بلاك، يبقى دي كده مستبعده. فاذا يا ده يا ده، قال لي ديس ابير، بيقول لي تيرن لبلاك، لا هو مش هيديس ابير، هو هيتيرن لمين؟ لبلاك، يبقى هي دي الرايت تشويس. فهمنا اللعبه؟ واضح؟ يا رب تبقى الامور واضحه. طيب يلا 28 بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. The reaction of the substances W and X. ماشي. التفاعل بتاعهم مع ال HCl yields a gas. اول ما يقول yield a gas يبقى الانينز ديت احد الانينز اللي هم بتوع مين؟ بتوع ال HCl. خلاص، يعني كربونيت باي كربونيت، سلفايد سلفايد، ثايوسلفيت نيترايد. فبيقول لي الجاز واي على فكره ده حول الاسيديفايد بوتاسيوم داي كروميت لجرين، يبقى اقول له هو اس او 2 يا نجم، سلفر دايوكسيد جاز. طب الجاز زد ده از اوكسيدايزد ان الاير وفورمينج ريدش براون جازز، يبقى ده ال NO2 جاز، هو الريدش براون. طيب فهو بيتكلم طبعا على الجاز، يبقى ده الجاز وده الجاز. What are the two anions found in ال W and X؟ والله ال W الاولاني كان فيه ايه؟ كان فيه يا SO3 نيجاتيف 2 يا S2O3 نيجاتيف 2، من الاخر يا سلفايت يا ثايوسلفيت، الاثنين بيطلعوا سلفر دايوكسيد جاز. انما الجاز زد خلاص، يعني الماده اكس بقى، الماده اكس هيكون فيها نيترايت نيترايت، يعني بص نيترايت نيترايت، يبقى ده مستبعد ده مستبعد. ونيجي هنا باي كربونيت مستبعده، يبقى السلفايت هي الاجابه الايه؟ المظبوطه. شكرا، هي دي فكره السؤال. يلا 23. A solid compound
رياكتز وذ السلفوريك اسيد. حلو، سوليد كومباوند مع سلفوريك اسيد. بص شفت الفيزيكال ستيت دي؟ في غايه الاهميه. ليه؟ اولا طالما اسيد هضيفه على سوليد سبستانس يبقى انا بتكلم على المين اكسبيرمنت. حلو الكلام. ييلدنج جازيس كومباوند اكس. طيب عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ اكنه بالظبط بيستخدم الاتش سي ال. هتقول لي يا مستر طب ما هو السلفوريك اسيد بيستخدم للديتكشن بتاعت الاناينز بتاعت السي ال لان هو اعلى استابيليتي منها. هقول لك يا دكتور كلام حضرتك مظبوط والله وزي الفل، ولكن مع المراعاه ان المحترم ده دايليوتد، وهتعرف ان شاء الله لما نتكلم على الاناينز دي ان لازم نستخدم السلفوريك اسيد كونسنتريتنج. خلاص كونج، فدي معلومه في غايه الاهميه. فده معناه اكنه بالظبط مستخدم الاتش سي ال، فحضرتك هتدور على الاناينز بتاعت الاتش سي ال اللي هي كربونيت باي كربونيت، سلفايد سلفايد وهكذا. خلاص نكمل. طلع غاز فالتفاعل بوزيتيف عادي. هوز اناين از اوكسيدايزد فورمينج وان اوف ذا امبيوريتيز فاوند ان الايرن اور. قال لك الاناين اللي طلع لما بنأكسده بيكون الايرن اور. طب هي ايه اللي الامبيوريتيز اللي في الايرن اور؟ ايه الامبيوريتيز اللي في الايرن اور؟ السلفر والفوسفورس. هل احنا جبنا اي اناين يخص الفوسفورس؟ لا، يبقى هو يقصد السلفر. خلاص يبقى هو يقصد يا دكتور السلفر. تمام كده، السلفر لما اجي اكسده از اوكسيدايزد يديني سلفر دايوكسيد. ده الايه؟ دي الامبيوريتيز اللي في الايرن اور. فهو بقى مش عايز الجاز ده. لا 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 لا، ركز بس في الحته دي عشان ما تتلخبطش. امال هو عايز ايه؟ قال لك هوز اناين، الاناين اس نيجاتيف 2 ده لما اكسده. الاناين ده اللي هو الامبيوريتيز اللي موجوده، فاهم؟ لما اتاكسد هيطلع جاز تاني. تمام؟ طب هو كلامه بقى ان الجازيز كومباوند اللي طلع مين؟ ما هو طالما سلفايد يبقى هو هيدروجين سلفايد جاز هو اللي طلع. يا مستر يعني هي مش سلفر دايوكسيد؟ لا يا حبيبي، لا، هو الاناين سلفايد. يبقى الحمض اللي طلع ايه؟ الاسيد اللي طلع ايه؟ الجاز اللي طلع ايه؟ اسف، ها، اللي هو بقى الليس فولاتايل، خلاص الاقل تطاير، اللي هو مين؟ اللي هو الاتش 2 اس. فهمتني؟ يبقى الجاز ده الاتش 2 اس. هو بيقول لي ايه بقى؟ مين في دول كوريكت للايه؟ اباوت الاكس اللي هو الاتش 2 اس الهيدروجين سلفايد جاز. هل الكومباوند اكس ييلدز ابريسيبيتيت وذ الليد؟ تعالى اهو، يبقى ده لما نفعله مع الاتش 2 اس ده كاتاين، انا عيني على اناين فيديني ليد سلفايد، والمستر قال لي اي حاجه فيها سلفر بلاك بريسيبيتيت، فده بريسيبيتيت. يعني دي مظبوطه مظبوطه، هو عايز اكسبشن. طب الاكس اناين اللي هو السلفايد هينتج بلاك بريسيبيتيت مع السيلفر؟ والله هو اي جي 2 اس برضه بلاك بريسيبيتيت، يبقى مظبوط. طب الاكسيديشن نمبر اوف الكومباوند اكس از بوزيتيف 4، فين الكومباوند اكس؟ هيدروجين سلفايد ده نيجاتيف 2. هو بيقول لي الاكس الاكسيديشن نمبر اوف الكومباوند اكس اناين، الاناين بتاعته بنيجاتيف 2، قال لي بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 4، يبقى هو ده الاكسبشن لان دي الحاجه الغلط. طب الاكوا سوليوشن اوف الجاز اكس از مور فولاتايل ذان النيتريك؟ طبعا الاتش 2 اس ها ده عباره عن ايه؟ ويك اسيد. خد بالك قال لي اكوا سوليوشن يعني يقصده هو ليكويد، ما هو ده اسيد ليس ستيبل. طالما مور فولاتايل يبقى هو ليس ستيبل. كلمه مور فولاتايل ايكوال اقل ستابيليتي من النيتريك، ده كلام منطقي وزي الفل. طيب يلا يا دكتور 24 بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. The figure blue illustrates an experiment. حلو قوي، ماله بقى؟ بيقول لك ادي كان عندنا السوليوشن، وسوليوشن 1 وسوليوشن 2 اللي تحت ديت بيبر، يبقى اكس ساين اون ا بيبر ماشي، يبقى دي جايب ورقه عامل عليها علامه اكس وحاطط فوقيها الكونيكال فلاسك اللي فيه السوليوشن الثاني وضاف السوليوشن الاول، فلقينا بعد فيو سكند ليترز يلو سسبنشن. ده السلفر السسبندد اللي بينتج من الاس 2 او 3 ثايو سلفيد لما السولت بتاعها او السولت سوليوشن بتاعها يتفاعل مع سوليوشن ثاني ماله؟ اعلى ايه؟ اللي هو الاسيد يعني يكون اعلى ايه؟ اعلى استابيليتي منها. خلاص فهو بيقول لي وات ار ذا سوليوشن 1 اند الاناين اوف سوليوشن 2. طيب واحده واحده، هو عايز السوليوشن 1 والاناين. الاناين بتاع 2 كده كده ثايو سلفيت، فطبعا دي غلط دي غلط، يبقى يا ده يا ده يبقى ده يا ده. خلاص طب مين الصح؟ اولا هل هنضيف الايودين؟ لو ضفنا الايودين فدي كونفيرماتوري تيست. خلاص فالطبيعي ان البراون كلر من هنا يديس ابير، ما يدينيش يلو خالص. امال هنا يا مستر هتقول يا مستر طب ما احنا عارفين ان المين اكسبيرمنت بنضيف الاكوا سوليوشن على سوليد. هو المره دي جابوا سوليوشن وسوليوشن عادي، ايه المشكله يعني؟ فاهم؟ فهنا بص ادي الاتش سي ال، يعمل ديتكشن للثايو
سايوسيانيد اه مفيش مشكله خلاص، للسايوسالفيت اسف مفيش مشكله تمام. يبقى هي دي الرايت ايه، يبقى هي دي الرايت ايه تشويس خلاص كده. طبعا السؤال مترجم نفسه من الرسمه يعني، اللي هو الايه السسبنشن ادينج الدايليوت هيدروكلوريك اسيد تو الصوديوم ثايوسالفيت، يبقى الهيدروكلوريك اسيد ليه صوديوم ثايوسالفيت ان اي 2 اس 2 او 3. طبعا زي ما اتفقنا يا دكتور ده هيطلع طبعا صوديوم كلورايد الاول، ها ان اي مع سي ال، وبعد كده هيطلع لك الووتر وهيطلع سلفر دايوكسيد جاز والسسبندد سلفر تمام كده. تمام، بعيدا عن البالانس الايكويشن موجوده معاك كده كده في المفاهيم. هو بيقول لك ايه لما حصل الكلام ده، هل حصل اوكسيديشن للسلفر اند ريدكشن للاكسجين، ولا ريدكشن اوف السلفر واوكسيديشن للاكسجين، ولا اوكسيديشن وريدكشن للاكسجين، ولا اوكسيديشن وريدكشن للسلفر؟ اول حاجه صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص اكسجين اكسجين اكسجين، هو يا دكتور الاكسجين هنا كاكسيديشن نمبر نيجاتيف 2 وهنا برضه نيجاتيف 2 نيجاتيف 2، الاكسجين دايما نيجاتيف 2، هل هيحصل ريدكشن او اوكسيديشن للاكسجين؟ اكيد لا، فاهم؟ فاذا دي غلط دي غلط دي غلط، يبقى هي دي الاجابه الصح. ده كده بص بمنتهى الهدوء الممكن. طب تعالى نفسر اكتر. يلا هو بيقول لي حصل اوكسيديشن وريدكشن للسلفر. بص لو بصيت على السلفر هنا الاوكسيديشن نمبر بكام، عشان تحسب بمنتهى السرعه هتقول لي دول بوزيتيف 2 وهنا نيجاتيف ايه نيجاتيف 6، سيبك بقى من دي خالص خلاص، يبقى دول كده نيجاتيف 6 بوزيتيف 2 يعني كام، يعني نيجاتيف 4، يبقى السلفر خد بالك دول 2 سلفر ايكوال بوزيتيف 4، ما هو بقى هيبقى نيجاتيف يروح لعكس الاشاره بوزيتيف، اوفر 2 اوفر 2 يعني السلفر هنا بوزيتيف 2. طب السلفر بره بكام؟ ببوزيتيف 4. حصل حصل، والسلفر هنا بكام؟ بزيرو. فهمتني؟ لان ال ان اي بوزيتيف 1 وهنا بوزيتيف 1 مش هيتغير، سي ال نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 مش هيتغير، الاتش بوزيتيف 1 والاتش بوزيتيف 1 مش هتتغير، الاكسجين او نيجاتيف 2 او نيجاتيف 2 مش هيتغير. مين الوحيد اللي اتغير؟ السلفر. فالسلفر حصل له الاثنين، بص من بوزيتيف 2 لزيرو يبقى حصل له ريدكشن، من بوزيتيف 2 ل4 يبقى حصل له اوكسيديشن، يبقى فعلا هي دي الاجابه المظبوطه. يلا 26 بيقول لك ايه؟ The substance whose both radicals are oxidized by KMnO4، الماده اللي الراديكالز الاثنين بتوعها هيحصل لهم اوكسيدايزد بالKMnO4 solution in acidic medium is A. تعالى بقى نبص على الاثنين دول، خد بالك انا عارف ان ده اوكسيدايزنج ايجنت، حصل قول لي حصل. اذا انا هبص على الانين لوحده والكاتاين لوحده واشوف هل ايبل تو بي اوكسيدايزد ولا لا، تمام كده. طيب واحده واحده، اول حاجه تعالى نمسك الانينز، فالانينز هنا نيتريت، هل النيتريت ينفع يتاكسد؟ لا، لان النيتريت ما يتاكسدش فدي كده مستبعده. طب نمسك الانين ده، السلفر السلفايت بتطلع سلفر دايوكسيد يتاكسد؟ اه. طب النيترايت يتاكسد؟ اه. الكربونيت ما يتاكسدش، كده انا خلصت الانينز تمام. ناقص الكاتاين، مين الكاتاين؟ مغنيسيوم بوزيتيف 2، هل ينفع يتاكسد؟ لا، هو اوكسيديشن ستيت واحده بس بوزيتيف 2 فدي مستبعده، يبقى بمنتهى الهدوء الممكن هي دي الاجابه المظبوطه. ده تيتانيوم بوزيتيف 3 ينفع يتاكسد؟ اه، ويطلع لتيتانيوم بوزيتيف 4 عادي جدا، والنيترايت يتاكسد برضه ويتحول لنيتريت، فدي منطقيه جدا جدا، بتتعامل كل حاجه لوحدها. فهمنا اللعبه؟ يلا يا دكتور 27، الاوكسيديشن نمبر of الكروميوم in each of the compound used in making dyes، مين الكومباوند اللي بستخدمه في صناعه الدايز؟ Cr2O3 خلاص، كروميوم 3 اوكسيد، and the product of the reaction of the sulfur dioxide gas ناتج تفاعل السلفر دايوكسيد جاز مع البوتاسيوم داي كروميت، احنا طبعا عارفين ان هو بيطلع Cr2SO4/3، فهو عايز يسال على الاكسديشن نمبر للكروميوم في الحالتين، هنا الكروميوم بوزيتيف 3 وهنا الكروميوم بوزيتيف 3. ازاي يا مستر؟ ازاي دي؟ يبقى انت طبعا ايه مش واخد بالك من الاكسديشن نمبر، هنا الاثنين كروميوم نيجاتيف 6 ايكوال 0، يعني الاثنين كروميوم ايكوال بوزيتيف 6 اوفر 2 اوفر 2 فيها 3. نفس الكلام الاولاني الاكسديشن نمبر مع اللي جنبه، والثاني الاكسديشن نمبر مع اللي جنبه، ده نيجاتيف 2 ده بوزيتيف 3، وتعرف تحسبها عادي خالص، يبقى بوزيتيف 3 وبوزيتيف 3 هي دي الرايت تشويس. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. On adding lead to nitrate solution to solution X. طب lead to nitrate ده عباره عن ال بي بي ان او 3 باي 2 خلاص؟ لما ضفته على الاكس في واي بريسيبيتيت از فورميد. ماشي. يبقى الطبيعي ان الليد بوزيتيف 2 هيتحد مع انين من الاكس ويكون بريسيبيتيت. خلاص؟ طب هتعرف الكلام ده بعدين، ان الليد مع الكلورايد بريسيبيتيت. خلاص، ومع الايودايت كمان هيكون بريسيبيتيت، ومع السلفيت بريسيبيتيت، ومع الكربونيت بريسيبيتيت، فكلهم بريسيبيتيت خلاص. بس هو ما بتتحلش كده، هفهمك بتتحل ازاي.
and when drops of the dinitric acid، هي دي بقى كلمة السر اللي تلخص لك انت الموضوع بتاعك اهو. الدينيتريك اسيد ماله حضرتك؟ النيتريك اسيد عشان نضيفه خلاص على البريسيبيتيت ده وتفاعل معاه، قال لي بص بص ادد تو ذيس برودوس رياكشن، اه حصل ايفرفيزنس حصل تمام، وتكون بريسيبيتيت والفورمت بريسيبيتيت ديس ابير اختفى. المعلومه اللي عندي ان النيتريك اسيد يتفاعل، وطالما النيتريك اسيد في نفس الجروب بتاع الاتش سي ال، اذا الانين بيكون من ضمن الانين اللي الاتش سي ال يكشف عنها. فبمنتهى الهدوء الممكن الكلورايد ما ينفعش، والايودايد معاه في نفس الجروب ما ينفعش، والسلفيت اعلى منه هو الوحيد الكربونيت اللي يقدر النيتريك اسيد الدايليوتد يتفاعل معاه، يبقى هي دي الاجابه المظبوطه. بس كده نيجي نترجمها ادي الليد انه او 3 نفعله فعلا مع الصوديوم كربونيت، اه والله يتفاعل اهو ويديني بريسيبيتيت فعلا اللي هو البي بي سي او 3 خلاص، ده وايت بريسيبيتيت فعلا، يبقى الليد كربونيت رصيف ابيض خلاص. انا بقى لما اضيف لده اتش ان او 3 اهو ده اسيد خلاص، ده يستخدم كجروب ري ايجنت للكربونيت عادي، فيطلع جاز والديس ابير يختفي يتفاعل معاه بيديزولف معاه، فعادي جدا. دي فكره السؤال. يلا 29، وين الجاز 1 باسز ان السوليوشن 2، يبقى في جاز مر في سوليوشن نو كلر تشينج، which of the following are the gas 1 والسوليوشن 2؟ طب تعالى كربون دايوكسيد في اللايم ووتر يتحول لبريسيبيتيت، حصل تشينج في الايه؟ في الكلر، يعني في وايت بريسيبيتيت اتكون من كلرليس لايه؟ لوايت. سلفر دايوكسيد للكي 2 سي ار 2 او 7 الاسيديفايد بالسلفوريك اسيد اه يتحول من الاورنج للجرين، برضه مش نافع. ال H2S ها يتفاعل مع الليد 2 اسيتيت فيديني ال PBS ده بلاك بريسيبيتيت، ما ينفعش، يبقى دي الاجابه المظبوطه. فعلا الامونيا وال NH ده بيز وده بيز فما يحصلش اي ايه؟ ما يحصلش اي تشينج خالص في الكلر، والاثنين كلرليس. يلا دكتور 30، هاو ميني مولز اوف ال KMnO4 الاسيدفايت اللي هو البوتاسيوم برمنجانيت المحمض are required to react مع 0.5 مول من الصوديوم نيترايد؟ ده سؤال اهبل قوي، يعني حضرتك هتبص على الايكويشن هتلاقي في الايكويشن ان كل 5 مول من ال NeNO2 من الصوديوم نيترايد خلاص هتلاقي بيتفاعلوا مع قد ايه؟ مع 2 مول من البوتاسيوم ايه؟ برمنجانيت تمام؟ فبمنتهى البساطه هنقول كده كل 5 مول في النورمال بيحتاجوا 2 مول. طب هو عايز ايه؟ بيقول لي انا عايز اعرف قد ايه من ال KMnO4، يبقى هنا الاكس لما يتفاعلوا مع 0.05 نعمل كروس ملتبلاي خلصنا، يبقى 2 ملتبلاي 0.05 اوفر 5 يطلع بكام؟ ب 0.02، يبقى هي دي الرايت ايه؟ هي دي الرايت تشويس، ودي فكره السؤال اللي بعده. Which of the following is used to differentiate؟ طالما ديفرنشيت هميز، هشوف من مشاهدتين مختلفين ما بين سلفر دايكسايد جاز وكربون دايكسايد جاز. ماشي، اول حاجه الاسيدفايد بوتاسيوم دايكروميت هو بيتفاعل مع ده وبيحول الكلر من الاورنج للجرين بس ما يتفاعلش مع ده، اذا كده احنا ديفرنشيت وميزت ما بين الاثنين فعلا. ليه؟ لان صوديوم هيدروكسيد سوليوشن NaOH ده بيز، وده سلفر دايوكسيد ده نون ميتال اوكسايد، نون ميتال اوكسايد الاثنين اسيديك اوكسايد يعني اكت از اسيد، فده بيز يتفاعل مع ده ويتفاعل مع ده، فاهم؟ فهو هيتفاعل مع الاثنين، فهمتني؟ وهيدي في الحالتين هيدي كلر للسوليوشن فمش نافع. هو بالظبط صوديوم كربونيت سوليوشن برضه ده ميتال كربونيت بيز، والاثنين دول اسيد هيتفاعلوا برضه الاثنين ويدوا كلرليس، فاهم؟ طب ابلو ليتمس بيبر ويتد وذ البيبر، ما هي اصلا بلو ليتمس بيبر والاثنين اسيدك، فخلوها ايه؟ الاثنين هيدوا نفس الريزلت تحمر يعني تبقى ريد، فبرضه مش نافع خلاص كده، لاني قلت لك ديفرنشيت اشوف ايه ملاحظتين او مشاهدتين غير بعض. وات هابن وين البوتاسيوم برمنجانيت سوليوشن KMnO4 اسيدفايد مع الكونك سلفوريك اسيد ادد تو صوديوم نيترايت؟ لو احنا ضفنا ده مع الصوديوم نيترايت NaNO2، اولا النيترايت بيحصل له اوكسيديشن فيتحول لل NaNO3 اللي هو صوديوم نيتريت، دي اول خطوه خالص. طب الخطوه الثانيه يبتدي يحصل ديس ابير للفايلت كلر، للفايلت كلر اللي موجود هنا بتاع البرمنجانيت، لان ده اكسيد ده يحصل له ريدكشن ريديوسد خلاص كده واضح. فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي الصوديوم نيترايت هيتاكسد، بس لا طالما في حاجه اتاكسدت حاجه هيحصل لها ريدكشن برضه. طب بوتاسيوم برمنجانيت ريديوسد هو هي ريديوسد اه بس لوحده برضه لا هيأكسد الايه؟ النيترايت. طب الصوديوم ايون از اوكسيدايزد، هو الصوديوم ما حصلوش حاجه اصلا، ده النيترايت ايون هو اللي هيأكسدايزد لان الصوديوم بوزيتيف 1 بوزيتيف 1 ما اتغيرش
انما النيترايت ايون هيتاكسد والمنجنيز يريديوس ده، صح ده كلام مظبوط زي الفل. اللي طبعا انا قلت لك هنفصل بقى، يبقى بوتاسيوم صلفيت منجنيز صلفيت، فالمنجنيز هنا بوزيتيف ايه هيخرج بره بوزيتيف 2، يعني يكون ام ان اس او 4 بره، وهيطلع كي 2 اس او 4 بره في البرودكت. فهنا المنجنيز اللي يهمني بوزيتيف 2، هنا كان كام؟ هنا كان بوزيتيف 7. خلاص لو حسبت الاكسيديشن هنا بوزيتيف 7، يبقى حصل له ايه من بوزيتيف 7 ل 2؟ يبقى ريديوزد. خلاص طب يلا 33. On heating the salt X strongly two sulfur compounds are formed. طيب لما انا سخنت X strongly كون لي 2 ايه compound من السلفر. تعال نبص على X، iron 2 sulfate ولا copper 2 sulfate؟ مين اللي احنا عارفين عندنا معلومه لما نعمل له strong heating iron 2 sulfate نعمل له strong heating بيدينا hematite chapter 1 plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. خلاص حلو جدا. فبعد ما تكون يا دكتور دول 2 sulfur compound are formed and when the potassium permanganate solution الاسيدفايد بالكونك سلفوريك اسيد ضفناه للسولت واي، للسولت مين واي 2 sulfate salts are formed. دي حاجه تانية بقى. فانا هشوف البوتاسيوم برمنجانيت هل بيتفاعل مع النيتريت؟ لا يتفاعل مع النيترايت ايوه، لان طبعا احنا استبعدنا دول من الاول، فدي كمان مستبعده، يبقى هي دي الرايت ايه، يبقى هي دي الرايت ايه تشويس. خلاص كده طيب عظيم جدا. يلا 34 ريجاردنج ذا برودكت اوف الرياكشن، ادي الانين اكس فعلته مع الاتش سي ال فتفاعل طلع لي كلرليس جاز ويز باد ووتر. خلاص يبقى ده عباره عن الانين سلفايد. خلاص يبقى الانين سلفايد، يبقى هي دي الرايت تشويس، لان هنا سلفايد وكربونيت وسي ال. خلاص يبقى دي الاجابه. تعالى نتاكد الاتش 2S الاس ياخد الليد ويديني بلاك سوليد سبستانس فعلا بلاك بريسيبيتيت. فدي فكره السؤال. يلا 35 كومباوند اكس هاز ذيز كاركترستيك، واحد مول منه بيديزولف في الميه وبينتج 3 مول من الايونز. تعالى نفهم الجمله دي يعني يا مستر، يعني ده كالسيوم هيدروكسيد عباره عن سي اي او اتش باي 2، لما تيجي تعمل له ديزولف في الميه، خلاص تعمل له ديزولف في الميه فيتحول ل سي اي بوزيتيف 2، ده كده 1 ايون، و2 او اتش نيجاتيف 2 يعني دول 2 ايون مجموعهم 3، فاذا ده ينفع. صوديوم هيدروكسيد زيه بالظبط ينفع، لا صوديوم هيدروكسيد ان اي او اتش فده 2 ايونز ده مستبعد. نيتريك اسيد عباره عن اتش ان او 3 فهيطلع لي 2 ايونز مستبعد. سلفوريك اسيد اتش 2 اس او 4 لو فصلناه يدينا 2 اتش بوزيتيف على اساس ده كاتاين وده انين ويديني اس او 4 نيجاتيف 2. خلاص كده فدول 2 1 3 دول 3 ايونز وده 3 ايونز ينفع. اذا الاجابه يا ايه دي؟ نكمل. قال لي اتس رياكت وذ الامونيوم كربونيت ييلد اسيديك جاز. طب انا عندي دلوقتي كالسيوم هيدروكسيد هل يتفاعل مع امونيوم كربونيت؟ مع امونيوم كربونيت ده بيز. خلاص يعني امونيوم كربونيت ولا لا ده بيز خلاص ده يتفاعل مع مين؟ ده يتفاعل مع السلفوريك اسيد، انما ما يتفاعلش مع الكالسيوم هيدروكسيد، فيبقى دي مستبعده، يبقى هي دي كده الاجابه المظبوطه. خلاص كده عشان السلفوريك اسيد فعلا لما يتفاعل مع الامونيوم كربونيت هيدينا ايه؟ هيدينا NH4 by 2 SO4. تمام وده يطلع فعلا يطلع جاز اسيديك. ايه الجاز الاسيديك يا مستر اللي هيطلع؟ ما هو انت يا حبيب قلبي مش السلفوريك اسيد لو انا ضفته على الكربونيت سي او 3 نيجاتيف 2 مش هيطلع لي الكربون دايوكسيد؟ هتقول لي ليه بقى؟ لان ده السولت، سيبك منه، انت هيطلع بعد كده H2CO3 هو ده اللي نتج. فده يتفكك لحاجتين، لميه H2O وكربون دايوكسيد جاز ايفولف، وده اسيديك جاز. الكربون دايوكسيد نون ميتال اوكسيد يعني اسيديك اوكسيد. ثانيه ثانوي، دي معلومات ثانيه ثانوي. An obvious turbidity occurs on mixing mean، يعني هيحصل turbidity لما نخلط مين بمين؟ يلا ammonium solution، الأمونيا solution اللي هو ال NH4OH مع صوديوم كلورايد NaCl، هيحصل double substitution والاتنين solution مفيش أي precipitate هيتكون، لا بيكون precipitate ولا بيكون precipitate، مستبعد. copper 2 sulfate، فأنا عندي هنا copper positive 2 عندي sulfate SO4 negative 2 مع مغنيسيوم كلورايد عندي ام جي بوزيتيف 2 عندي سي ال نيجاتيف 1، فالكبر ياخد السي ال خلاص والمغنيسيوم ياخد السلفيت. الكبر مع السي ال كبر كلورايد، هو يا مستر الكلورايد بيكون بريسيبيتيت مع مين؟ مع 3 هنعرفهم ان شاء الله في الدروس اللي جايه، الليد والسيلفر و
والميركوري اتش جي بوزيتيف 1 خلاص كده. فاذا ده برضو سوليوشن وده ايه وده سوليوشن برضو مستبعد مش نافع. طب تعالى نشوف الثالثه زنك نايتريت. بص ادي زد ان بوزيتيف 2 ان او 3 نيجاتيف 1 مع امونيوم كربونيت يبقى ان اتش 4 بوزيتيف 1 سي او 3 نيجاتيف 2. خد بالك الامونيوم هياخد النيتريت وده من حسن حظك فده اي كيو، انما الزد ان مع الكربونيت يحصل ايه؟ ها هتقول يا مستر دول يعملوا بقى بريسيبيتيت، يبقى هنا ايه اللي حصل؟ هنا اتكون ده سوليوشن وده بريسيبيتيت اللي هو زنك كربونيت. هو بيقول لي بقى انا عايز اعرف يحصل obvious turbidity لما اعمل ميكسنج لمين؟ فده كان سوليوشن وده كان سوليوشن، ده عنده بريسيبيتيت فده ينفع ينفع. لازم ده هو كمان ما ينفعش، فعلا مش هينفع لان الصوديوم دايما انا قلت لك بيكون اي كيو والبوتاسيوم دايما انا قلت لك اي كيو. كل اللي هيحصل البوتاسيوم ياخد الهيدروكسيد زي ما هو، الصوديوم ياخد الايودايد زي ما هو، ما حصلش اي حاجه، فالاثنين سوليوشن. فهمت يا دكتور بتفكر ازاي؟ يا رب تبقى الامور وضحت. يلا 37 نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لك عندي في السكيم ده الايه سخنته اداني سوليد وليكويد وجاز. مبدئيا اللي يدي 3 برودكت مش كربونيت خالص، باي كربونيت ينفع 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 خلاص، فايه ده ينفع. طيب بس هو خد بالك بقى ايه يا مستر، لقيته بيقول لي وليكويد والجاز. بص على الجاز لما مررته على اللايم ووتر لشورت تايم، اذا ده ايه؟ ده كربون دايكسايد. شورت تايم يديني على طول كالسيوم كربونيت. اذا بص الدي انا متاكد مليون في الميه اللي هي دي، فاهم؟ طب بما ان انا دي استبعدتها يبقى هي دي الاجابه الايه؟ يبقى هي دي الاجابه المظبوطه. فهمت اللعبه مشيت ازاي؟ واضح؟ طب نتاكد يا مستر ونشوف الاخطاء فين. هو بيقول لي ان ده السوليد. طب اصلا انا لو سخنت يا مستر الصوديوم بايكربونيت هيديني هنا Na2CO3 بلس ووتر بلس كربون ايه بلس كربون دايوكسيد، لان ده هيبقى 2 مول منه. حلو الكلام حلو الكلام. فاداني صوديوم كربونيت، الصوديوم كربونيت مع الاتش سي ال، مع الاتش سي ال يتفاعل فعلا مع الكربونيت ويطلع ايه؟ ويطلع كربون دايوكسيد جاز خلاص. اذا بص السي انا عارف ان هو كربون دايوكسيد كربون دايوكسيد تمام، يبقى دي كده مستبعده دي كده مستبعده، يبقى احنا كده استبعدنا الاثنين دول. طب يا مستر نكمل الدي قلنا عليه مين؟ طب فين البي؟ البي بقى ها صوديوم كربونيت زي ما قلنا، فنبص عند البي صوديوم كربونيت، صوديوم اوكسيد لا، صوديوم بايكربونيت لا، بوتاسيوم لا، فاهم؟ فكل ده غلط، يبقى هي دي الرايت ايه؟ يبقى هي دي الرايت ايه شويه، على اساس ان انا مستخدم هنا صوديوم فصوديوم. طب لو كان بوتاسيوم، بوتاسيوم بايكروميت يديني بوتاسيوم كربونيت اه، ويديني ده اه، بس هل الدي كالسيوم كربونيت ولا كالسيوم بايكربونيت؟ لا هو كربونيت مش بايكربونيت، فاذا دول كانوا مكملين مع بعض لحد اخر حاجه دي واحنا شفناها من الاول اصلا. يلا 38 اسامبل اوف البيل جرين كريستلايزد سبستانس. بص البيل جرين ده اللي هو الايرن بوزيتيف 2 تمام كده، ده البيل جرين كريستالين سبستانس. قال لك لما نعمل لها هيتد سترونجلي، هيتد ايه يا دكتور؟ سترونجلي ييلد اريد سوليد سبستانس اللي هي الهيماتايت. ما انا لما بيكون عندي اف اي اس او 4 ها المعلومه اللي عندنا نسخنه يدينا هيماتايت وسلفر داي اوكسايد وسلفر تراي اوكسايد جاز خلاص. فهو بيقول لي ايه اداني ريد سبستانس بي اند كلرليس جاز اللي هو الاس او 2 او اس او 3، بس هو بيقول لي ايه ويتش تيرن ا بيبر ويت ويز الاسيدفايد بوتاسيوم، يبقى هو يقصد ده تمام كده. فمين بقى في دول؟ اول حاجه انا عارف ان البي هيماتايت، فاذا يا دي يا دي، يبقى دي كده مستبعده دي كده مستبعده من الاول خالص. طب الحاجة التانية يا دكتور، بص هنا ايرن 3 هنا ايرن 2، مين البيل جرين؟ ما انا عارف ان ده جرين فعلا، انما ده انا عارف ان هو ماله يلو، يبقى ده يستبعد. ها فهمت بتتعامل ازاي بمنتهى الهدوء؟ اذا يبقى الرايت تشويس نمبر بي. طب يلا 39 بيقول لك ايه بعد ما تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. Which of the following anions yield a black substance؟ مين من الانين دي يكون بلاك؟ Insoluble in water. With the cation X whose electron configuration end with the D410. آسف ال 4D10. طيب 4D10 يعني ده بيتكلم على الاليمنت اللي تحت ال 3D10 اللي هو الكادميوم. خلاص فالكادميوم ليه اوكسيديشن نمبر واحدة بوزيتيف 2. تمام. مين بقى اللي المستر قال لك بيكون دايما بلاك سبستانس لما يتحد ويكون كيميكال كومباوند؟ مفيش غيره، مين؟ السلفايد. فهو يقصد سي دي اس خلاص كده، ده الكادميوم سلفايد، هو ده فعلا اللي يدينا بلاك بريسيبيتيت. يا رب تبقى وضحت وخدت بالك منها. طيب عظيم جدا. يلا نمبر 40 بيقول لي تو ديفرنت صوديوم سولت ار فورمد وين ان اي 2 X react with
انا عايز اعرف ايه؟ انا عايز اتنين صوديوم صولت يتكونوا لما انفعل Na2X مع مين؟ طيب تعالى نمسكهم كده واحده واحده. بص، هو السؤال ده ليه علاقه بالذاكره شويه. يعني ايه؟ لو انت ركزت كده واحنا بنحل كنا بنقول ايه؟ بنقول في حاله الاس 2O3 نيجاتيف 2 لما اجيب الصوديوم سايوسالفيت خلاص ونضيفه على الايودين كان بيطلع لنا 2 صوديوم صولت. فاهم ايه هما 2 صوديوم صولت؟ كان صوديوم ايودايد صولت سوليوشن يعني، والتاني كان Na2S4O6 اللي هو الصوديوم تترا ثايونيت. خلاص، فهو السؤال ده متفصل على المعلومه دي. هو بيقول لي بقى لان لو مسكناهم حاجه حاجه يا دكتور مع الام جي سي او 3 هيطلع ايه؟ هيطلع صولت واحد. فاهم؟ مع السيلفر مع النيتريت يعني صولت واحد، مع السلفايد صولت واحد، انما مع الايودايد هو الوحيد اللي طلع اتنين. يبقى هي دي الاجابه المظبوطه، وزي ما قلت لك السؤال متفصل على المعلومه دي فقط. طيب يلا 41. السبستانس ريكوايرد تو بي ادد تو ا سوليوشن كونتيننج ام جي بوزيتيف ايون تو بي بريسيبيتيتد. بص يا معلم، عشان يكون بريسيبيتيت ها بمنتهى البساطه، الام جي ينفع يتحد ككاتاين مع البايكربونيت سوليوشن مع السلفيت سوليوشن. ازاي يا مستر؟ يا حبيبي انا قلت لك الليد بوزيتيف 2، السيلفر بوزيتيف 1، الباريوم بوزيتيف 2، ومين تاني؟ والكالسيوم بوزيتيف 2. هم دول بس اللي يعملوا بريسيبيتيت مع السلفيت. فاهم؟ طب الصوديوم ها المغنيزيوم كربونيت ده بريسيبيتيت، انما مغنيزيوم نيتريت اي كيو. يبقى هي دي الرايت تشويس. يلا يا دكتور 42 بيقول لك ايه بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. Which of the following pairs of anions yields the same gas when being treated with a suitable gas؟ طبعا البايكربونيت والكربونيت الاثنين بيطلعوا كربون دايكسايد جاز، السلفايت والسايسلفيت بيطلعوا سلفر دايكسايد جاز. اذا الاثنين بيطلعوا يا دكتور لما يحصل لهم تريتمنت او تريتد يعني with الايه؟ with السويتابل ايه اسيد. يبقى هي دي فعلا الرايت تشويس. يلا اخر السؤال هننهي بيه الجزء الاول بتاعنا. In the scheme المكسشر X is formed of mean. تعال نبص. Add in mixer X اهو ده خليط، يعني خليط مخلوط يعني فاهم؟ تو كيميكال كومباوند. اكسس من الباريوم كلورايد ام يكون بريسيبيتيت وكون سوليوشن. حلو، طب بعد كده السوليوشن لما سخنته اداني بريسيبيتيت. اهو الحل هنا، كلمه السر هنا. يعني ايه؟ مين اللي في دراستنا من ساعه ما ابتدينا التشابتر لحد دلوقتي قلنا ان بيكون سوليوشن ونيجي نسخنه يديني بريسيبيتيت؟ كان كالسيوم بايكربونيت. حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل. مغنيزيوم بايكربونيت، مظبوط ولا مش مظبوط؟ اقول لك مظبوط. اذا بص، السوليوشن بايكربونيت فعلا، نيتريت لا ما تسخنوش ما يدكش بريسيبيتيت، نيتريت لا، كلورايد لا. يبقى هي دي الرايت تشويس. بس هي دي فكره السؤال. سؤال على فكره حلو قوي السؤال ده. حلو ليه؟ لان انت الطبيعي ان انت تقعد تمسكها واحده واحده فهتعطل. هتلاقي بص، هتلاقي في حاجات كتير قوي ما بينهم مشتركه، بس هي دي فكره السؤال. يا رب تكون الامور وضحت وفهمتها كويس. يلا بالتوفيق، نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.